انا لا ابراهيم عادل موهوب ما شاء الله. لا لا مش كويس قوي، ركزت معاه قوي مركز معاه قوي يعني. ده تارجت الاهلي في السنين القادمه. هو لعيب كويس جدا، غزال في الملعب. لا تارجت الاهلي في السنين القادمه. انا بيتقال فعلا، بس بقول لك هو لعيب غزال في الملعب، خفيف جدا، مش خفيف يعني، خفيف ان هو بيتحرك بسرعه ورشيد. لا كمان سنه صغير لسه، ولا سنه صغير دي حاجه يعني، لسه يعني لسه قدامه كتير. دي حاجه انا بختلف معاك في حاجه، ان الشناوي، الشناوي جول كبير وجول مصر ومستقبل مصر الفتره الجايه وشال كتير، ومش معنى ان هو مثلا اخطا في حاجه ان هو ممكن يشيل الليله. لا اللعيبه كانت لازم تشيل وتعوض. لا ده ابتدوا يعدوا للشناوي، لكن الشناوي في المباراه دي يا شريف بالذات يعني، لا في اتنين برضو في المباراه، لا مش الشناوي خالص يعني. يعني مش الشناوي، مش بقلل منه ولا حاجه، لا هو يمكن يعني كانت باين اول ممكن فينا مش مركز شويه، في حاجه مش طبيعيه، لكن ده ما يقللش او ما يعني ما يمنعش ان الشناوي يعني النادي يعني له مثلا لوحده مش 40% او اكتر من 40% لو النادي الاهلي خد بطوله الدوري السنه دي الشناوي لوحده. طب اقول بس هو كابتن بشير بيتكلم في نقطه ان الشناوي هو شايل الفرقه يعني. لو الاهلي خد الدوري، خد البطوله السنه دي، لو الاهلي خسر الدوري لا مش هحمل الشناوي، ما تحملش الشناوي خالص. هو ده بقى الكلام اللي بيتقال دلوقتي. شوف الشناوي ضيع النقاط ايه، ضيع قدام الجونه، قدام سموحه، قدام والكلام ده. طب ما انا اقول الشناوي شال ايه بدل ما ضيع كده. ده اللي انا عايز اتكلم فيه. طب الشناوي شال ايه؟ يعني بالزبط. الشناوي بقى لما تبص في مباريات كتير جدا بالزبط. لا ده كتير جدا لو ايه، لو هتعد النقاط لا ده نقاط كتير. طيب زي ما انا بقول كتير. مش مختلفين. زي انا معاك، ما تقولش الشناوي شال في افريقيا. ايه الشناوي في افريقيا؟ برافو عليك. لسه بقول قدام صن داونز ايه؟ بس قدام صن داونز. بحييك يا كابتن بشير والله، انا بتكلم في نقط مهمه جدا يعني، قوه الفريق في يعني معظم طبعا جول يا كابتن تلخص في قوه الشناوي. طبعا الراجل شايل المنتخب، شايل النادي، واجزاء كبيره يمكن انت قلت لو حصل بطوله الدوري هيبقى سببها الشناوي، وان شاء الله يعني مش بعيده يعني ان شاء الله. لا وهو دلوقتي الدعم كله للشناوي لان هو حارس مرمى منتخبنا. أيوة في الاولمبياد. ايوه المشكله اللي حصل هو النادي الاهلي خسر، ما خسرش. طيب انا اتسالت سؤال هنا برضو. لا النادي الاهلي خسر نقطتين. لا ما يعني ما خسرش. لا 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 يا كابتن، هو عايزه ما خسرش بطوله. ما خسرش بطوله بس. طيب خسر نقطتين. ايوه مش مهمين تمام جداً. يعني مش معنى كده ان انا اشيلهم مش ناوي. لا طبعا لا طبعا. ده اللي لا انا ضد ان هو الشناوي يتحمل. انا اتسالت سؤال هنا او فقد النقطتين بالكامل. انا اتسالت سؤال هنا يعني، مين اللعيب اللي كان في النادي الاهلي في ماتشات اهلي وزمالك كنت بتعمل له حساب؟ انا كنت بقول لعيب واحد بس، وما حدش قال الكلام ده الا انا بس، وما حدش خد باله. انا ما كنتش بعمل حساب للنادي الاهلي غير حسام الحضري بس. حسام الحضري ده هيدخل فيه جول ازاي؟ هي دي كانت القصه. يعني لو لا قدر الله كان بيدخل فينا جول الاول، المعاناه بقى يعني هنجيب جول في ده ازاي؟ فدي كانت حاجه تقيله. صح. فهو الشناوي كده برضه حضري كان في ماتشات الاهلي والزمالك بالظبط، يبقى غير طبيعي، غير طبيعي، غير طبيعي. وكان باستثناء بس الماتش بتاع الفاول والكوره بتاع دماغي بس. وكان بيغلط غلطات برضه كبيره، لان حضري انا فاكر له برضه حاجات. انا قصدي معناها ان دايما الحراس كنت بتتكلم عن حضري. طبعا ان هو بيغلط غلط طبعا. لا فوات فوات بالظبط. لكن في الماتشات الثقيله سيبه يقول، سيبه يقول وهو يقابل بقى. هيرجع لا 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 ليه؟ مستنيه بره معايا بقى، مستنيه بره. حضر يا حبيبي. لا لا خالص. طيب. احنا تاريخ الحضري حد ايوه انت بتقطع فيه، بتقول كان بيغلط. بقطع فيه عمري ما قطع في الحضري. لا لا ده جول كبير وجول تاريخي. بعد ايه بقى ما انت عمرك كل الجوال كبار واللعيبه الكبار بيخطأوا طبيعي جدا. طبعا فاللي فيه الشناوي ده طبيعي جدا يا جماعه. انا بس مش عايز يبقى في نغمه ان هو اللعيب يتحاسب بالقطعه. طيب اللي فيه الشناوي ده طبيعي جدا، اللي كان فيه شريف اكرامي طبيعي جدا؟ لا طبعا. اشمعنى؟ اقول ان غلطات الشناوي قليله جدا. يعني كانت غلطات الشناوي قليله يا كابتن، وحسناته كانت كتيره قوي، بيعمل حاجات غريبه يعني، حاجات يعني ايه ما كانش بيعملها غير عصام الحضري، كابتن أيوه. شوبير، كابتن ثابت الله يرحمه، اجوال كبار، عبد الواحد السيد بالمناسبه يعني. لكن حاجات شريف لا يعني في تفاوت كبير، بدليل ما احنا شايفين شريف دلوقتي فين، في بيعمل ايه في بيراميدز، او شريف دلوقتي يمكن دلوقتي شريف ما بيلعبش مظبوط. وكل لا بس ده لسه ده هو الماتش اللي فات. ايوه لا هو من يعني في كلام كتير على شريف الفتره اللي فاتت ان لا مش ده شريف حتى اللي كان في النادي الاهلي، وكان النادي الاهلي مش راضي بمستواه، مش هو ده شريف حتى خالص يعني. بس شريف ادى كتير وعمل بطولات كتير مع النادي، بس مش زي الشناوي. لا طبعا بالظبط. يعني ما بتكلمش في مستويات دلوقتي، انا بتكلم مستويات قبل كده، قبل وجود الشناوي، قبل وجود الشناوي بالظبط.